ثمن من حزب الله. هذه بنية تحتية بناها حزب الله على مدى سنوات طويلة. حتى الآن ومنذ ساعات الصباح قصف أكثر من 300 هدف إرهابي في جنوب لبنان. نحن سنواصل القيام بتقدير موقف كل الوقت في هذه المرحلة، لا تغيير في التعليمات على الجبهة الداخلية، ولكن يجب الحفاظ على الجهوزية، وتصرفوا بمسؤولية، واستمعوا إلى تعليمات الجبهة الداخلية كما فعلنا طوال الحرب. هذه التعليمات تنقذ الحياة، هذه التعليمات تنقذ حياتكم، واصلوا التصرف بمسؤولية. التعليمات الكاملة موجودة على موقع الجبهة الداخلية. نحن سنتخذ كل خطوات الحذر المطلوبة، وسنطلعكم على كل تغيير في شكل فوري. في جنوب لبنان هذه انفجارات لصواريخ لحزب الله تنفجر داخل البيوت، في كل بيت نقصفه يوجد أدوات قتالية، صواريخ، قذائف وطيارات مسيرة كانت موجهة لقتل مواطنين إسرائيليين. وهنا على الشاشة ترون نموذج واحد من الهجمات الأخيرة، قصف مبنى في قرية جبل البطن. والانفجارات الثانوية هي ناتجة عن انفجار الأدوات القتالية التي كانت مخزنة في المبنى. نحن سنواصل الاستعداد واستباق ضرباته في مناطقنا، وتوسيع الضربة ومداها وفق التقييمات. نحن مستعدون في المرحلة القادمة ضرب أهداف لبنانية في البقاع. حزب الله يخزن هناك أسلحة استراتيجية، ويستخدم المدنيين كدرع بشري. نحن نعمل بجهود كبيرة واستخباراتية من أجل الوصول إلى هذه الأدوات القتالية وتدميرها وإزالة التهديد الذي يهدد مواطني دولة إسرائيل، ومع تقليص المس بالمدنيين قدر الإمكان. أنا أحذر سكان لبنان في البقاع، هذا التحذير موجه ومركز في البقاع. الموجودين، السكان الموجودين داخل بيوت أو قرب بيوت فيها أسلحة أو أدوات قتالية، ابتعدوا فوراً، ابتعدوا من أجل أمنكم وسلامتكم. أنتم ترون العملية التي نقوم بها في جنوب لبنان. حزب الله ينوي إطلاق صواريخ وأدوات إلى إسرائيل، ونحن لن نمكنه من ذلك. ابتعدوا من هناك من أجل سلامتكم. حزب الله يكذب عليكم ويخدعكم ويضحي يعرضكم للخطر من أجل أمنكم وأمن عائلاتكم. ابتعدوا. مواطنو إسرائيل، الجيش يقوم وسيعمل بكل شيء من أجل حمايتكم. سنواصل القيام بتقدير موقف ونطلعكم على كل التطورات. الأسئلة: هل تتوقعون توسيع مدى صواريخ حزب الله؟ نحن نترقب استعدادات حزب الله ونجري تقدير موقف متواصل برئاسة رئيس الأركان، وفي الساعات القادمة سنقيم الوضع ونفحص الوضع الداخلي ونلائم خططنا الهجومية مع خططه، وسنطلع الجمهور في كل تغيير يحدث. هل يمكن إخضاع حزب الله من الجو أم نحتاج إلى هجمة برية؟ لدينا خطة كاملة وعرضناها، واليوم نحن نجهز ننفذ الجانب الجوي، وسنواصل العمل وفق التعليمات. لدينا مهمة واحدة، إعادة سكان الشمال بأمان، ومن أجل ذلك سنكون بكل ما هو مطلوب. إلى متى سيبقى الوضع الخاص في شمال البلاد، الوضع الطوارئ؟ أنا أعرف أن الوضع في الشمال وعلى مدى الأشهر كان صعب لسكان الشمال، ووضع الطوارئ الخاص في الأيام الأخيرة أيضا صعب، ولكن مهمتنا هي الحفاظ على السكان. جبهة الداخلية تجري تقييمات
وهي الآن في هذه الساعة تجري تقييم وضع، ونتعقب الوضع وسنطلع الجمهور في كل تغيير. هل دعوتكم لجنوب لبنان للسكان هو تمهيد لعملية برية؟ نحن اليوم حذرنا للمرة الأولى بهذا الشكل، وأنا الآن حذرت مرة أخرى البقاع تحديداً بهذا التحذير موجه ومركز، وسنكون في البقاع بمهمة، ومهمتنا هي إعادة سكان الشمال بأمان إلى بيوتهم، ونحن سنقوم من أجل ذلك بكل ما هو مطلوب. وزير الدفاع أعلن عن أيام صعبة ومتوترة في الجبهة الداخلية، الكل وكل على مواقع الجبهة الداخلية كل التعليمات، ونطلعكم بالتعليمات. نحن نجري تقدير موقف ودراسة ونطلع الجمهور، وأنا سأخرج بشكل فوري لأطلعكم كلما استجد. نحن نتخذ كل إجراءات الحذر والمطلوبة، ويدنا على النبض، ونتحرك بشكل فوري لإطلاعكم. هل تطلعنا على ماذا فجرتم لدى حزب الله؟ أنا نشرت اليوم نماذج، نموذج واحد هجمنا فيه صاروخ باليستي ولديه رأس حرب ب 300 جرام. هذا في معظم مناطق لبنان يوجد صواريخ وقذائف ومسيرات وصواريخ باليستية. البيوت في البقاع التي سنضربها يوجد فيها صواريخ ومسيرات، ونحن سنهاجمها قبل أن تهدد سكان إسرائيل. شكرا لكم، وسأطلعكم كلما استجد جديد.